السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من قناة الموريتانية وفي أبرز عناوينها: انطلاق التظاهرات العلمية السنوية لقرية فواني بمقاطعة بوتليميت بحضور عديد الوفود والشخصيات العلمية والصوفية والثقافية. فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان الصحراء والمحيط السنوي تنطلق في بن الشاب بمشاركة فرق من دول مجاورة. وفي ملف النشرة لهذه الليلة تتابعون: الأسلاك الكهربائية بين الضرورة والفوضوية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أشرف وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الليلة البارحة على انطلاق التظاهرات العلمية التي تحتضنها سنويا في قرية فواني بمقاطعة بوتليميت، والتي تنظم هذا العام تحت عنوان التكسب في التصوف السني التيجانية نموذجا، وحضرها العديد من المشاركين توافدوا من الداخل والخارج. التكسب في التصوف السني الطريقة التيجانية نموذجا عنوان هذه الندوة المشهودة التي احتضنتها قرية ونفني بمقاطعة بوتليميت، تظاهرة سنوية تشهدها هذه المنطقة التي اشتهرت باحتضانها لضريح الشيخ محمد الحافظ بن مختار الحبيب الذي كان له الفضل في وصول الأوراد التيجانية إلى ربوع البلاد بل إلى عموم غرب إفريقيا. توافد إلى الندوة وشارك فيها جمع غفير من الداخل ومن الخارج، على رأسهم الخليفة العام لطريقة التيجانية في غرب إفريقيا وبعض أحفاد سيدي أحمد التيجاني، فضلا عن حضور الخلفاء والمقدمين والمريدين، إضافة إلى كوكبة من الباحثين والأكاديميين وممثلي فعاليات المجتمع الأخرى. فقرات هذه التظاهرة تنوعت في المضامين وتعددت في طبيعة المشاركين، كل تحدث من واقعه ومن موقعه وأخذ من الحدث بطرف. وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي إلى جانب الخليفة السيد محمد الكبير بن الدهاء عكس حضوره اهتمام الدولة وتشجيعها لمختلف الزوايا الصوفية، وتحدث مفتتحا لهذه الندوة: يشرفني وأنا أفتتح هذه الندوة المباركة أن أثمن عاليا ما تلعبه الصوفية من دور بارز في نشر الإسلام السني المعتدل وترسيخ ثقافة السلم والوئام بين شعوب العالم. وكما تعلمون فإن بلادنا وبتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز ظلت ترعى وتشجع مختلف الزوايا الصوفية، وذلك إيمانا من فخامته بأهمية ما تقدمه هذه الزوايا ومشايخها الأفاضل من عطاءات مشعة قوامها السلم والمحبة والتسامح، وهي مقاصد في حاجة اليوم إلى استحضارها، ونحن في عالم يكتوي بنار الفتنة وسفك الدماء وتدمير المجتمعات. وقد استشعر فخامة رئيس الجمهورية هذا الخطر مبكرا، وتم رسم منظومة أمنية وفكرية متكاملة الأبعاد ضمانا لسلامة مجتمعنا من كل الأخطار. أما المتحدث باسم الخليفة فقد رحب بالحضور ولفت إلى موضوع الندوة ووضع الحدث في سياقه العام، ممتنا لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذه التظاهرة. يسعدني باسم الخليفة السيد محمد الكبير بن الدهاء وباسم سكان قرية فني أن أرحب بكم ترحيبا خاصا خالصا يناسب حجم تجشمكم عناء السفر للحضور معنا في هذه المناسبة السعيدة بهذه البقعة المباركة التي شرفها الله بوجود ضريح شيخنا وسندنا وسيدنا الشيخ محمد الحافظ المختار الحبيب، وبجوار ضريح شيخنا ووالدنا محمد مختار بن دهاء الذي كان مع الله سببا في اجتماعنا بهذا المكان الطيب المبارك الطاهر. الخليفة العام لطريقة التيجانية في غرب إفريقيا السيد عبد المطلب التيجاني ركز المتحدث باسمه على الطريقة التيجانية باعتبارها منهجا سنيا معتدلا يوحد ولا يفرق، يكرس فكرة التسامح والإخاء والمحبة والوئام، وخص الشباب بالخطاب: أغتنم هذه الفرصة لأوصي الشباب أن يقتدوا بالسلف الصالح ويسيروا على نهجهم القويم، هذا ما يجب أن يكون عليه ويتميز به الشباب التيجاني ليكون صالحا لنفسه ولأهله وللمجتمع الذي يعيش فيه ولوطنه.
الحضور المتنوع والمشاركات النوعية عكس هذا وتلك مدى انتشار الطريقة التيجانية والمكانة التي تتبوأها موريتانيا في مجال نشر التصوف الوسط في المحيطين الإفريقي والعربي. في مدينة بن الشاب بولاية الشيري انطلقت ليلة البارحة تحت إشراف وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة فعاليات النسخة الرابعة مهرجان الصحراء والمحيط السنوي المنظم هذه السنة تحت شعار دور المرأة في تعزيز السلم الاجتماعي. وشهدت هذه النسخة مشاركة وفود من المغرب والسنغال. مهرجان الصحراء والمحيط ببن الشاب يجدد العهد في نسخة رابعة بعنوان دور المرأة في تعزيز السلم الاجتماعي في لحظة زمنية تم اختيارها بعناية لدلائلها التاريخية والنفسية لبلادنا. يسعدني أن أكون معكم هذه الليلة البهيجة لنشرف معا على افتتاح النسخة الرابعة من مهرجان الصحراء والمحيط في بن الشاب. بن الشاب التي عرفت بعلمائها الأفذاذ وأبطالها الشجعان، نشكر القائمين على هذا المهرجان والقائمين على هذه الجمعية، وخصوصا السيدة الرئيسة رئيسة الجمعية ورئيسة المهرجان الذي اختارت هذه السنة أن يكون عنوان هذا المهرجان دور المرأة في تعزيز السلم الاجتماعي. إحياء الذاكرة الجمعوية بمآذر شهداء الوطن وأبطال المقاومة، ولفت الانتباه إلى مواهب هذه الولاية وما تسخر به من تراث ثقافي وتاريخي، أبرز أهداف هذا المهرجان في نسخته الرابعة. إن مهرجان الصحراء والمحيط الذين تحضرون اليوم نسخته الرابعة نرمي من خلاله إلى إظهار الطاقات الإبداعية المتميزة لساكنة إنشيري، كما يهدف إلى لفت الانتباه إلى ما تسخر به هذه الولاية من آثار تاريخية تنضاف إلى ثروتها المعدنية والمائية. عمدة بن الشاب ونائب مقاطعة كجوجة رحب بالضيوف وثمن في كلمتيهما تنظيم هذا المهرجان لما يقدمه من قيم ثقافية وتاريخية اشتهرت بها ولاية إنشيري. المهرجان تميز بحضور دولي وإقليمي عبر وفود من المملكة المغربية والسنغال، كان لإسهامها دور بارز في تعميق أواصر القربة والروابط التاريخية لمجتمعات المنطقة عبر المداخلات والعروض الموسيقية الفلكلورية والتراثية، كما شهد الحفل عدة إنعاشات موسيقية وأدبية في ظل اهتمام ساكنة الولاية ورغبتهم في إنجاح المهرجان في دورته الرابعة. يا المرة يا القمرة الأجيال احفظتيها والدولة يا المرأة قمتي بانيتيها. العصابة حيث أشرف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني رفقة والي الولاية بمدينة كيفا على تدشين مقر المنسقية الجهوية للمفوضية في الولايات الشرقية، ويدخل هذا التدشين في إطار الفعاليات المخلدة لذكرى 57 لعيد الاستقلال الوطني. منسقية جديدة لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني يتم تدشينها في مدينة كيفا. هذه المنسقية ستبدأ من الآن فصاعدا مهام إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في ولايات الحوضين والعصابة وتقانت، هذا بالإضافة إلى تقريب خدمات وتدخلات قطاع حقوق الإنسان والعمل الإنساني من المواطنين في هذه الجهات، ودعم منظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال، مرورا بتعزيز اللامركزية في عمل القطاع الوصي. يسعدني أن أشرف معكم اليوم بمناسبة تحديد الذكرى 57 لعيد الاستقلال الوطني المجيد على تدشين مقر المنسقية الجهوية لقطاعنا بالمناطق الشرقية، وعلى انطلاقة برنامج المساعدات الاجتماعية لصالح بعض ساكنة مدينة كيفا عاصمة ولاية العصابة. أيها السادة أيها السيدات، تأتي هذه النشاطات لتترجم العناية الفائقة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز لتقريب الإدارة من الواطن من جهة، ومد يد العون للفئات المحتاجة من جهة أخرى. وسيستفيد من برامج المساعدات الاجتماعية في مرحلته الأولى
على مستوى ولايات العصابة وفقراء ومرضى وضحايا حرائق، تم اختيارهم بحسب معايير شفافة وموضوعية، وذلك بتنسيق مع السلطات الإدارية بالولاية. عمدة مدينة كيفا السيد محمد الأمين والسيد إبراهيم ثمن هذه الخطوة التي أكد أنها تسير في خط الموازاة مع أهداف الدولة العمومية واهتمامها بالإنسان والسهر على ضمان حقوقه. منسق المندوبية الجديدة لحقوق الإنسان والعمل الإنساني في الولايات الشرقية السيد محمد محمود الأحمد قدم عرضا مفصلا عن مهام المنسقية الجديدة واختصاصاتها في مناطق التدخل، مؤكدا أن رسالتها الأولى هي تعزيز حقوق الإنسان وترجمة سياسة القطاع الوصي في مجال تعزيز هذه الحقوق والتدخل في حالات الطوارئ والكوارث والسهر على تطبيق وتنفيذ قوانين الدولة في مجال حقوق الإنسان. تدشين منسقية مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني واكبه حدث آخر من صلب اهتمامات المفوضية، ومن صميم تدخلاتها هذا الحدث هو توزيع مبالغ نقدية على 3 عينات من المستفيدين هم المرضى وضحايا الحرائق والمعوزون. شاكرينهم عليه، حتى زين عندناهم أيدينهم عليه، إلا ياسر من فضل يكثر خيرنا وخيرهم إن شاء الله. الكل ما أنا محتاجين له منشو نخلوه له اللي محتاجها له، يا رحنا محتاجين له وخلاص، وهذا هو اللي جابنا. ورانا رينا مساعدة من حقوق الإنسان وطالبين منها زيادة. امتنان كبير واكب إذن تدشين المنسقية الجديدة لحقوق الإنسان والعمل الإنساني في الولايات الشرقية، منسقية أصبحت من الآن فصاعدا الذراع الجهوي للقطاع الأم في مناطق التدخل وتجسيد الحي للامركزية وتقريب الإدارة من المواطن. نشرتنا متواصلة وفي ملفها الليلة تتابعون الأسلاك الكهربائية بين الضرورة والفوضوية. قبل الملف، في ولاية العصابة دشن المدير العام للوكالة الوطنية التضامن لمكافحة آثار الرق ولمحاربة الفقر وللدمج مدرسة متكاملة بقرية زليليق بمقاطعة باركاول وسدا لحبس المياه للأغراض الزراعية في بلدية الغبرة. تفاصيل هذه النشاطات في التقرير التالي. وداعا للمعاناة الدراسية في بيوتات الطين والشعر ومدارس تساقط حجرا حجر، أحدث المباني المدرسية في مثلث الأمل باتت ماركة مسجلة لوكالة التضامن في المناطق النائية، مناطق عانت لعقود من الفقر والتهميش. المدير العام لوكالة التضامن الأستاذ حمدي المحجوب دشن هذه المدرسة الابتدائية في بلدة أزليليق التابعة لبلدية قلير بمقاطعة باركيول في أوج الاستعدادات للاحتفال بعيد الاستقلال الوطني. الأساسي ما هو المدارس ولا هو القراية، الأساسي كان عندكم أنتم إرادة حقيقية، كان تركيا يقرأ ولا ما يقرأ، معناها عن خروج من مخلفات الرق والخروج من الفقر والخروج من التهميش إلا عن طريق القراية. حد ما قرأ ما هو لا يطرالوش ولا يتقدم، معناها أنه شبه استثمار قد حد يعدل أولاده، ولكن أنتم هم المسؤولين عنه، أنتم الرجال وأمهات الأسر، تركيا يالتكم تخلوهم يقرأ، ما يالتكم أنتم تشقلوهم ولا ترسلوهم ولا تديروهم ولا تعيطوا لهم الحريثة. توصية ثانية اللي هو عن هاي المدرسة فرض عليها تقد تنجح لاني تعودوا أنتم مقتنعين عنها بنتيجتها، لين تعودوا أنتم مانكم أولادكم ما شافوكم أنتم أباتهم وأماتهم مقتنعين عن هاي المدرسة مهمة، هم ما هم لا يقتنعوا بها. أنا عنهم لي يالتكم أنتم صاهرين على وجود تلاميذهم وعلى قرايتهم ومتابعينهم ومقرشين عن ذا عنهم يقراوا عنهم يقيسوا القراية، ما يمشوا من عندكم أنتم ولا يقيسوه. سكان البلدية ثمنوا إنجاز هذه المدرسة التي سوف تمكن أبنائهم من الحصول على تعليم نوعي في ظروف مرضية. ظل تدشين هذه المدرسة التي تعتبر إنجازا هاما من إنجازات التي طالما كانت
من أولويات الرئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز الدالة على الاهتمامات بالطبقات الهشة. تركيا كانوا يقراب والدافع بيت من الطين وضعي في قد يطيح عليهم ولاه ورافدهم. هذه المدرسة والله إلا مهمة عندنا حتى ولا كنا محتاجين لها، إذا أقصر درجة محتاجين لها زين عندنا هذه المدرسة اللي بتنات لنا أن تركيتنا اللي كانوا ما فيهم اللي يعرف شيء. المدير العام لوكالة التضامن ووالي العصابة وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية وعدد من منتخبي العصابة أدوا زيارات ميدانية لعدد من المنشآت الحيوية في مقاطعة باركيول، من بينها تدشين سد بقرية التويجيلة التابعة لبلدية الغبرة، سوف يساهم في ترشيد مياه الأمطار من أجل موسم زراعي ورعوي أفضل. المزارعون والمنمون في هذه المنطقة أشادوا بالإنجاز التنموي الهام. الوكالة الوطنية للتضامن شاكرينها على الإنجازات القيمة لعدة بلدية الغبرة، شاكرينها على الطب اللي يعدل في الغبرة من نشوة الأطباب في المنطقة هم، وإحنا سابقوا ما كان عندنا طب حكمة، وشاكرينهم على الإعدادية اللي عدلوا إعدادية أمورية مضبوطة في مواصفات معقولة، وإحنا كنا فاصلين فيها لأن التلاميذ كانوا يقرأوا حكما لا تحت الأخيام، معناها أن هذا إنجاز عظيم. وشاكرين على السد اللي دش اليوم، سد التويجي لها سد مالي مهم، وإحنا من ولانا محتاجين له، أعطاه لنا مولانا، من أعطاه لنا مولانا فرحانين به وفرحانين بالجماعة اللي جابتنا وجابتونا ونزلته وعمل زين ما شاء الله. تدني مستويات التعليم عقبة أمام التنمية تزول مع بناء المؤسسات التعليمية وولوج التلاميذ إليها، تماما مثل ما يقضي العمل على مسببات الفقر وتجلياته في ثوب من التضامن والتكافل. انطلقت أمس بمدينة زويلات شمالية البلاد دورة تكوينية في مجال كرة السلة في ولايتي تير الزمور وأدرار. تنظم هذا التكوين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحادية الوطنية لكرة السلة والاتحادية الدولية للعبة. يستفيد من هذه الدورة التكوينية التي تدوم 5 أيام 17 مدربا في كرة السلة من ولايتي تير الزمور وأدرار، سيتلقون عروضا من خبراء في اللعبة حول تقنيات التدريب والفنيات المتعلقة باللعبة والعلاقة التي يجب أن تربط بين المدرب واللاعب، فضلا عن آخر القوانين التي تسير لعبة كرة السلة. هذه الدورة التكوينية تدخل في إطار الاهتمام المتزايد الذي يوليه رئيس الجمهورية لفئة الشباب وللرياضة بشكل خاص، وهذا الاهتمام تم ترجمته في السياسات القطاعية لتكون هناك إرادات جادة يعود هذا المناخ متوفر اللي هو متوفر اللي هو السياسة الإرادة العليا ودعم الجهات الرسمية والاستعانة بالخبرات الدولية في إطار تطوير هذا القطاع. ننتظر إن شاء الله عنا في الأفق القريب، وأملي فيكم كبير إن شاء الله على أنكم خلال هذه الدورة لا يتخرجوا بمهارات عالية تمكنكم منكم تطوروا الفرق اللي عندكم، وعلنا إن شاء الله في القريب العاجل نشاركوا على المستوى الوطني بفرقة من مدينة الزويلات تعود فرقة تنافس، وبعد ذلك إن شاء الله سنشارك بفرقة على المستوى الدولي وستكون إن شاء الله من أبناء الزويلات إن شاء الله. رئيس الرابطة الجوية لكرة السلة سيد مبودجي إبراهيما عبر عن تثمينه للأهمية التي توليها السلطات الموريتانية والاتحادية الوطنية لكرة السلة لهذه اللعبة، معتبرا أن هذا الاهتمام مكن من تطوير هذه الرياضة وأعطى دفعا لكرة السلة في ولاية تير الزمور. وبدوره عبر عمدة بلدية زورات وكالة السيد مليك للحسين عن أهمية مثل هذه الورشات، متمنيا أن يكون لها انعكاس مباشر على أداء المدربين. نصل الآن إلى ملف النشرة، وحيث تشكل ظاهرة التوصيلات الكهربائية غير الآمنة خاصة من خلال انتشار الإسلاك في بعض الأحياء الشعبية بالعاصمة تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين ومظهرا من مظاهر الفوضوية غير اللائقة. الإسلاك الكهربائي بين الضرورة والفوضوية موضوع ملف النشرة لهذه الليلة. الطاقة الكهربائية ضرورة ووسيلة حياة وأحد مظاهر الحداثة والعصرنا إن هي استخدمت على هذا النحو. أما أن تصادفك الأسلاك الكهربائية في غدوك ورواحك وتجاورك في منزلك ومحلك التجاري وبطريقة مخيفة، هنا تصبح الكهرباء موتا محققا ينصب شركه من حولك بإحكام.
تبرز الظاهرة جلية في العشوائيات والأحياء الشعبية دون خوف أو رهبة من حوادث الصعق أو التماس الكهربائي لهذه الأسلاك الممتدة على طول هذه الشوارع، فلا هي دفنت في باطن الأرض للحيلولة دون تآكل أغلفتها البلاستيكية بفعل أشعة الشمس أو لتأمينها من المياه المطرية، ولا هي رفعت عن الأرض لتفادي مشاهد من هذا القبيل. ولا تبدو التوصيلات المنزلية من الأعمدة في أحيانا كثيرة آمنة، هنا تتشابك الأسلاك الكهربائية في مشهد يبرز حالة الفوضى وانعدام الضوابط الأمنية في التوصيلات، فوضى تطالعك حتى داخل المنازل والبيوت. يدرك هؤلاء المواطنون خطورة الظاهرة غير أن حاجتهم اليومية للطاقة أرغمتهم على اختيار أقصر الطرق، غير عابئين بالمخاطر الناجمة عن هذه التوصيلات التي تنعدم فيها معايير السلامة ومتطلبات الأمان. خطأ عصبي نوع الحيوان وخطأ نحن إذا تسحف خطأي ولا تسحب من خلفه فتخطأ اللي صاب له خالي يقطع لي ومصيفي وموت حالي كله ذم ولا يحرقون فوق. السلوك قضيته ما هي زينة فينا بها اللي تقتل أرواقيش وتقتل الحيوان ولا هي قاعة طبيعية. نختار ولا شيء مثلا شرعي، احنا مستعدين ان مثلا اذا ندارهم كوران شرع ونخلصوا من اللي احنا مواطنين نخبوا لا وعندنا ضوء ونغموا لنا ودم ساهمين وطننا ان نعدلوا شيء صالح ما نبقوا شيء خاسر. وهذا الاسلاك ظاهرة ما هي زينة، يا خير سببهم الناس تقرر ولادها تخرج التلفزه نبدأ من الاضاءة ها ويلا دون انها تخرج فيها هذه توفر داي وتوفر رزق تود من يتقلع عن هاي الظاهرة اللي ما هي صحية قاعد في الابناء ذوهم يتراصوا على هذا السلوك ذلك وكل وقت حارقين مدوا. للظاهرة أسبابها وعواملها كالتمدد الأفقي لأحياء العاصمة والحاجة الضرورية للكهرباء والرغبة في تحقيق الغاية بسرعة وفوضوية التوصيل وامتهانه من طرف أشخاص يعتمدوه وسيلة للدخل والتربح. وعلى الرغم من أن الشركة الموريتانية للكهرباء وسعت شبكتها خلال السنوات الأخيرة في جميع أنحاء العاصمة، إلا أن آلاف الأسر ما زالت تحصل على حاجياتها من الطاقة بطرق تقليدية تفتقد أبسط معايير السلامة، وهو ما يطرح استفهاما حول دور الشركة في رصد هذه الظاهرة ومعالجتها. الأسلاك الكهربائية اللي تشاف في الشوارع هذه عندها عدة أسباب، واحد منهم هو الياسر هو الاحتيال على الكهرباء، واللي بعض الاشخاص يقبلوا سلوك ما معروف قال من جايين يعود سلوك تلفون وينطروا بهم الضوء على اي جهه، والشركه يوميا تقبض ياسر من هذا تنتج ياسر من النوع من السلوك وتمشي به. يا غير للاسف الشديد هذه الظاهره ما زالت لا خالقه ومتكرره. والسبب الثاني هو الأسلاك اللي طبيعية واللي دايرة الشركة أصلاً أرضية وعيات يخلق فيها بعض الأعطاب، يعود ذلك يطلب من المستهلك على أنه يجهر ترانشة من جديد إياك يوخذ الأسلاك إياك يصلحه، ويعود ذلك مكلف له بعض الأحيان وعياه لا يخلوا السلوك بدلاً من يردوهم دائماً بعد الإصلاح أنهم يرتدوا أرضيين يرتدهم عيه بعض الزبناء يعجل عن ذا ويبقى الفوق. فعلا فيهم بعض الخطورة وفيه متابعة من الشركة حسب إمكانياته وحسب جهودها، لكن الظاهرة كيفما قلت وكيفما شاهدت ما زالت لا موجود منها شيء، والشركة بعد عالمة ذاك وبهذه المجهودات فإياك ينقضى عليه إن شاء الله. لم يعد مقبولا لدى الناظر وجود مشاهد لهذا النمط من التوصيلات الكهربائية، فبالإضافة إلى مخاطرها الجمة وعواقبها الوخيمة هي مظهر مشين وغير مناسب لواجهة عاصمتنا في ظل سعيها للظهور بالمظهر الحدثي اللائق بها. وبهذا الملف نختم النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. انطلاق التظاهرات العلمية السنوية لقرية ينفاني بمقاطعة بوتلميت بحضور العديد الوفود والشخصيات العلمية والصوفية والثقافية. فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان الصحراء والمحيط السنوي تنطلق في بن الشهاب بمشاركة فرق من دول مجاورة.
وفي ملف النشرة تابعتم الأسلاك الكهربائية بين الضرورة والفوضوية. أشكر لكم حسن المتابعة، ألقاكم في نشرتنا الإخبارية عند منتصف الليل، في أمان الله.